قرب 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 هنقول لك على سر خطير يلا تعالى بسرعة وقرب بس تخلي السر كبير قرب 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 هنقول لك على سر خطير يلا تعالى بسرعة وقرب بس تخلي السر كبير رحت مدينة فيها جنينة وكنيسة بأجراس بترن رن 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 فيها أصحابنا ينادوا علينا حذر فذر مين بيرن رحت مدينة فيها جنينة وكنيسة بأجراس بترن رن 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 فيها أصحابنا ينادوا علينا حذر فذر مين بيرن كوكو 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 كوكي أط 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 كوكو 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 كوكي أط 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 قلب وبريشة فنان اترسموا بأحلى الألوان قلب وبريشة فنان اترسموا بألوان تتنقص يلا هنتعلم ونشوف ويا صحابنا نلف نطوف ويسوع هيكون ويانا نتعلم بآيات وحروف معكوكي وقطقط هنطوف مسيرة الإنسان الحضارية أو بمعنى أدق الآثار هي اللي بتفهمنا الأصول يعني تطور ثقافة الإنسان تاريخه بتفهمنا سلوك الإنسان والبيئة بتاعته في العصور القديمة كل ده يمكن؟ آه كل ده يعني مثلا في المتاحف
تلاقيهم بيهتموا بتفاصيل صغيره وحاجات مش متوقع ابدا ان هم يحطوها، زي ادوات الاكل مثلا. فعلا انا بستغرب جدا لما بلاقيهم مهتمين بالحاجات دي في المتاحف. ده لان هي بتدل على العصور القديمه وبتفهمنا الاصول، ده غير كمان المخطوطات اللي بتاكد معظم التاريخ والماضي. وايه المخطوطات؟ المخطوطات دي هي الكتابات القديمه اللي اتكتبت بالايد، سواء على الجلد او على ورق بردي او على ورق عادي. وعلى الحوائط في المعابد القديمه؟ لا، الكتابات اللي على الحوائط دي بتبقى اسمها نقوش، وبتتكتب يا اما على حجاره يا اما على مواد صلبه ثانيه. والمخطوطات دي بتكون مواد تاريخيه بس؟ لا مش تاريخيه بس، في تاريخيه وثقافيه واجتماعيه وعلميه. معنى كده ان الكتاب المقدس مخطوطات قديمه مكتوبه بالايد؟ اه طبعا، الكتاب المقدس ليه مخطوطات كتير قوي، في مثلا لسفر اشعياء مخطوطه كامله مكتوبه، وفي للبشائر الاربعه، وفي للرسائل. والمخطوطات دي موجوده فين؟ موجوده في متاحف العالم كله، في بريطانيا وروسيا، في الولايات المتحده، في برلين. وكلها مكتوبه بلغه واحده؟ هي الحقيقه مكتوبه باربع لغات، اليونانيه، اللاتينيه، القبطيه والسوريانيه. اهميه المخطوطات دي يا اولاد انها بتثبت مثلا ان الكتاب المقدس كله وحده واحده، وما تعرضش لاي تغيير او تحريف. في ايه مهمه بتقول: الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. فهمتوا؟ فهمنا. هاي يا اولاد، احكوا لي عملتوا ايه النهارده؟ كنا في المتحف وانبسطنا قوي لما شفنا الاثار التاريخيه. حلو خالص. عارفين كمان الاحلى والاهم؟ اننا نتعلم ازاي نحافظ على الاثار دي. الاثار مش بس حاجات حلوه بنتفرج عليها، لكن دي كنز تاريخي كبير. بس انا مش شايفه قطقط معاك، هو فين قطقط؟ ايه انا هوت، انا جيت. ازيك يا تنت دينا؟ ازيك يا قطقط؟ ايه مش عارف انا اقعد ولا اقف يعني، ولا ولو قعدت اقعد هنا ولا هناك، ولا ولو مشيت امشي الناحيه دي ولا امشي الناحيه دي. انا مش عارف، استنى بقى افكر شويه كده. ايه اللخبطه دي كلها؟ انت مصعبها على نفسك قوي كده ليه؟ ما انا مش عارف اقعد فين يعني، مفيش مكان كمان ليه خالص يعني، مش عارف. طب انت ممكن تيجي تقعد مكاني يا قطر؟ شكرا يا منى، شكرا. معلش يا تانت دينا، اصل قطقط النهارده بيدور على الحاجه الصعبه علشان يعملها ويقولها. حتى والحاجه السهله قدامك بتدور على الحاجه الصعبه يا قطر؟ إيه النهارده قطقط قطقيت في اخر لخبيط. قطقط حتى هو متلخبط بيقول شعر يا جماعه. ليه قطقت اللخبطه دي؟ بس على فكره انت معذور، احنا كلنا كده اوقات بيبقى قدامنا الحاجات السهله لكن برضو بنختار الصعب ونعمله. ده احنا حتى ساعات بنحط الصعب بايدينا قدامنا. عارفين كان في قصه بتحكي عن واحد مسجون في ايام الملك لويس الرابع عشر. الراجل ده كان مسجون وكمان كان محكوم عليه بالاعدام، وكانت دي الليله الاخيره اللي خلاص بكره هيتعدم. وفي الليله دي الملك زاره في زنزانته، والملك قال له انا هدي لك فرصه اخيره، والفرصه دي لو انت استغلتها صح ممكن تنجو من حكم الاعدام. وايه الفرصه؟ الفرصه ان الملك قال له في مخرج واحد بس من الزنزانه دي مفيش عليه حراسه، لو قدرت توصل للمخرج ده ممكن تخرج، لكن لو ما قدرتش بكره الصبح بدري هيجوا الحراس وينفذوا حكم الاعدام. وعمل ايه؟ اكيد هو قاعد يدور على المكان اللي ممكن يخرج منه بره الزنزانه. فعلا فضل طول الليل يدور في الزنزانة. الأول كده قاعد يدور في الأرض، لقى سجادة صغيرة، والسجادة دي تحتها سرداب طويل. طبعا نزل للسرداب، وأول ما نزل لقى ريحة هوا، هوا الشارع يعني. فرح قوي وقال خلاص أنا وصلت للمخرج اللي هقدر أخرج منه. فضل يمشي 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 في السرداب الطويل ده لحد ما في الآخر لقى مسدود بشباك حديد كبير قوي، ولقى نفسه في أعلى برج في القلب، ومعرفش طبعا يخرج. وبعدين عمل ايه؟ رجع مرة تانية لزنزانته وابتدى يدور تاني، لقى حجر صغير كده، الحجر ده بيتحرك، زق الحجر فلقى سرداب صغير جدا لدرجة انه اضطر يمشي على بطنه علشان يعرف يدخل فيه. مشي على بطنه فترة طويلة قوي وهو تعبان جدا، وبعدين وهو ماشي سمع صوت مية، اطمن شوية وقال يبقى انا قربت اوصل، قربت اخرج من هنا. لكن للأسف في اخر السرداب ده لقى الفتحة صغيرة قوي ما تعديش حتى كف ايده، فاضطر يرجع تاني. اكيد زعل قوي. فعلا زعل قوي، وقضى الليل كله يحاول يدور على مخرج لكن ملقاش. ياه، ده تلاقي الليل كله فات. فعلا يا كوكي،
وتاني يوم الصبح بدري جدا لقى الملك واقف على باب الزنزانة وبيقول له ايه ده انت لسه هنا لسه ما خرجتش؟ ايه طيب وهو كان هيروح فين يعني؟ ما هو تعب طول الليل وما لقاش المخرج اللي ممكن ينقذ حياته منه يعني. لا يا قطع ركز بس كده وافتكر ان الملك ما كانش بيضحك عليه، ده قال له فعلا ان في مخرج. ايوه بس ما هو دور في كل حته. المشكله بقى يا وسيم انه دور في كل مكان الا مكان واحد سهل جدا وبسيط وكان ممكن يخرج منه لكن هو ما دورش فيه. ايه ده؟ فين المكان ده يا طنط دينا؟ باب الزنزانه يا كوكي. تصوروا بقى ان الملك كان سايب اسهل مخرج مفتوح، كان سايب باب الزنزانه مفتوح وما كانش عليه حراس، يعني السجين ده كان يقدر يخرج ويطلع من السجن بسلام في اي وقت. لكن هو دور على الحاجه الصعبه وفضل يحاول يحاول وما بصش ابدا على الاختيار السهل. يا نهار! فعلا يا كوكي هي مشكله كبيره، لكن انا بحكي لكم الحكايه دي عشان تفتكروا حاجه، ان احنا كتير قوي ربنا بيورينا الطريق السهل، بيقول لنا تعالوا لي وانا هريحكم، تعالوا لي وانا هغفر لكم خطاياكم. لكن بقى اقول انا يا طنط دينا ان سمحتي. اتفضل يا قطع. احنا اوقات كتير بندور على الصعب ونعمله. فعلا يا قطع ربنا دايما بيبقى مرتب لنا امور تسهل حياتنا، لكن احنا بقى بندور على الصعب ونعمله، بننسى دايما انه كل اللي علينا اننا بس نطلب من ربنا يكشف لنا هو عايزنا نعمل ايه، ساعتها بس حياتنا هتبقى اسهل. لكن الصعب اللي احنا بنختاره لنفسنا ده بيوقعنا كتير قوي في ضيق وتعب. عايزه بس انكم النهارده تفتكروا الايه الحلوه اللي ربنا قالها لنا، قال لنا ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجد. الرب عمل معاهم ايه؟ ايوه يا جدو انا فاكره، ربنا انقذهم من فرعون وكان معاهم في البريه 40 سنه يرعاهم بالليل وبالنهار. ده حتى الاكل والشرب ما نسيهوش، كان بيديلهم الاكل بالنهار وبالليل. ايوه بالرغم يا اولاد من ان الشعب كان شايف ان ايد الله معاهم دايما، الا ان شعب اسرائيل ده كان شعب عنيد جدا، يحب يتصرف باللي في دماغه ويستسهل ويعمل السهل. ليه يا جدو؟ عملوا ايه؟ لما صعد موسى وهارون للجبل عشان يستلموا لوحي الشريعة، موسى اتأخر شوية، فالشعب اتلف حوالين هارون وقالوا له موسى اتأخر. اتأخر ليه؟ احنا عاوزين إله نعبده. ايه ده؟ طب وهارون عمل ايه يا جدو؟ هارون طلب منهم كل الذهب اللي معاهم وخدوه وصهروا وصنع منه عجل. عجل من الذهب؟
يعبدوا عجل من الذهب بعد ما لمسوا ايد الله في حياتهم، يعبدوا عجل. والاصعب من كده يا قطط انهم بنوا مذبح للعجل وقالوا ان دي الهتهم اللي اخرجتهم من ارض مصر، وقرروا انهم يعيدوا ويفرحوا بالعجل. كمان يعيدوا ويفرحوا بالعجل، دي ناس غريبه قوي يا جدو. بالظبط يا حبيبتي. وتاني يوم اصعدوا المحرقات وابتدوا يغنوا ويرقصوا ويحتفلوا فرحانين بالعجل. بس الله اكيد شايف وعارف اللي بيعملوه. اكيد يا قطة، الله شايف. وفي نفس الوقت قال لموسى ان شعب اسرائيل ده شعب عنيد جدا، وقرر الله انه يعاقبهم. لكن موسى طلب من ربنا وتشفع ليه انه يرحمهم. طب ويا ترى بقى ربنا سامحهم يا جدو؟ ايوه حبيبتي، الله دايما بيسامحنا ويغفر لينا خطايانا في كل الاوقات. الله بيسامحنا ويغفر لينا في كل وقت وكل زمن. الله سامحهم وادى لموسى لوحي الشريعه. طب وموسى بقى رجع للشعب؟ ايوه حبيبتي، نزل موسى ويشوع من على الجبل، وموسى كان معاه لوحي الشريعه المنقوشه على الوجهين باصابع الله. وعمل ايه موسى مع الشعب؟ اول ما نزل موسى شاف العجل الذهبي، وشاف الشعب عمال يرقص ويغني ويدور حوالين العجل، فاشتد غضبه. ويقول الكتاب المقدس انه احتدم غضبه، يعني غضبه زاد، فمسك لوحي الشريعه ورماهم على الارض، كسرهم، وخد العجل الذهبي حرقه وطحنه وبضعه على وش الميه. يا نهار، طب ولوحين الشريعه اللي انكسروا دول يا جدو حصل فيهم ايه؟ موسى طلب من ربنا لوحي شريعه تانيين، وربنا اداله حين تانيين. ايوه بالظبط، الله طلب من موسى انه يصنع لوحين تانيين زي اللوحين الاولانيين اللي انكسروا، والله بنفسه هيكتب نفس الكلمات على اللوحين التانيين. يا سلام، ده ربنا ده عظيم قوي، بتحننه يكتب لوحين شريعه تاني للشعب. تمام يا كوك يا حبيبتي.
دينا، بمناسبه الاحساس دوت، يعني ايه احساس؟ يا أسأل، ده سؤال مهم قوي. احساس يا سيدي يعني نحس باللي حوالينا. ايه ده؟ يعني انا احس لوحدي باللي حوالينا وهم ما يحسوش بيا؟ لا ما يصحش، كل واحد يحس بالتاني بقى. طيب سؤال كمان. اتفضل يا قطع. ازاي يكون عندي 7 احساسات؟ لا هما مش 7 ومش احساسات، انت تقصد 5 حواس يعني يا قطع؟ امال انا قلت ايه؟ انت قلت 7 احساسات، هما 5 حواس يا قطع. ايه ده؟ انت بتعدي ورايا؟ اه. بدان يا كوكي انت عارفاهم بقى، تعرفي ايه هما 5 حواس؟ ايوه طبعا. اتفضلي قوليهم لنا. اقول لك يا طنط دينا، حاسه السمع من الودان، ومنها بنعرف الاصوات. برافو يا كوكي. وحاسه الابصار اللي من عينينا، اللي منها بنشوف كل حاجه حوالينا. وحاسه الشم من المناخير، ومنها بنميز الروائح. ايه انا عارف حاسه واحده بس، هي اللي بميز بيها طعم الاكل، وهي حاسه التذوق. ايوه يا قطع، وكمان حاسه اللمس، دي حاسه مهمه قوي اللي بيها بنعرف الحاجات ناعمه او خشنه. وليه كل الصعوبات دي؟ مش فاهمه، انا مش لاقيه اي صعوبات يعني يا قطعت في الحكايه. ليه مثلا لما يجي اكل لازم نشمه ونتذوقه ونحسه اذا كان بارد ولا سخن ما ناكله على طول؟ يا سلام، يعني يا قطعت، ربنا العظيم الكبير ده اللي خلقنا على صورته ومثاله خلق الحواس من غير ما نستفيد منها؟ اكيد يعني ربنا يقصد اننا نستفيد من الحواس اللي عندنا دي. ما هو المشكله استفيد منها ازاي بقى؟ انا شايف الافضل ان احنا ناكله على طول. لا يا قطع، يعني ينفع كده اي اكل يتقدم لك تاكله على طول من غير ما تشمه وتعرف اذا كان بايظ او لا، او تدوقه يعني وتعرف اذا كان فيه ملح او ناقص ملح، او حتى يا سيدي ممكن يكون سخن زياده عليك؟ ما تفرقش، المهم ان انا اكله على طول بسرعه بسرعه كده، اخلصه قبل اي حد تاني ما ياكله. ازاي كده يا قطر؟ ولو الاكل مثلا مش سليم بايظ يعني يا قطر؟ ما هي حصلت معايا كتير، وكل مره اروح فيها للدكتور يقول لي 4 نصايح. وايه هي بقى النصايح دي يا قطر؟ اول نصيحه، ما تاكلش اكل بايظ، وخصوصا الاكل اللي في الشارع مكشوف. 2، اتأنى كده وانت بتاكل، كل بشويش بشويش علشان ما يجيلكش عسر هضم. 3، بلاش تلخبط في الاكل، يعني حلو على حار على حادي على مالح على قادم، علشان ما يلخبطش معدتك. وبعدين لازم تشرب مية كتير. وايه هي بقى يا سيدي رابع نصيحة؟ قال لي اقول يا كوكي، ما تزعليش مني. لا طبعا مش هزعل، قول اتفضل. حاضر. قال لي بلاش تاكل مع كوكي علشان ما تخلصش اكلك. يا نهار، ربنا يسامحك يا عدل. أصحابي أهلا بيكم في فقرة المراسلات. النهاردة اللي بعتولنا أولهم إريني مرقص، عندها 10 سنين، في 5 ابتدائي، وهي ساكنة في شبرا، بتقول إنها بتحب كوكي وقطقط قوي. تبعت لنا إريني دايما رسائل، لكن المرة دي قالت لنا حاجة حلوة قوي، بتقول إنها حبت قوي جزء السحرة لأن هي مشتركة في الكشافة، وحبت كمان جزء البحر عشان هي بتتعلم السباحة. مبسوطة قوي بالنشاطات اللي انت بتعمليها يا إريني، ورب كل أصحابنا يدخلوا في نشاط مفيد 1 و2 و3 زي ما انت بتعملي كده يا إريني. فيرجينيا أمجد عبد الملك بتقول انها بتحب كوكي وقطقط خالص، شافت حلقة عن الكتاب المقدس ومستنية اننا نبعت لها الكتاب المقدس من كوكي وقطقط. احنا نحاول اكيد نعمل كده فيرجينيا في اقرب وقت، ونتمنى انك تكوني بتقري فعلا في الكتاب المقدس كل يوم. أصحابنا وصلنا دلوقتي لسؤال حلقة النهاردة. سؤال حلقة النهاردة، استفدتوا ايه من حلقتنا في كوكي وقطط؟ ايه الآية اللي فرقت معاك؟ ايه القصة الحلوة اللي عجبتك قوي قوي النهاردة؟ لما بتبعت لنا رأيك في الحلقة ده بيفرق معانا قوي، لأنه بيشجعنا نكمل أحسن، وكمان بيعلمنا ايه الحاجات اللي بتفرق معاكوا فعلا وبتستفيدوا منها بجد. بتمنى ان كل واحد النهاردة يهتم ويبعت لنا رأيه في حلقتنا النهاردة. طبعا انتوا عارفين ازاي ترسلونا، عن طريق الإيميل أو عن طريق الصندوق البريدي أو عن طريق التليفون. بأي طريقة احنا منتظرين
نسمع صوتكم ونسمع رأيكم. كمان يا شباب ما تنسوش ويب سايت كوكي وقطقط، كل يوم افتحوا بصوا عليه، شوفوا حلقات جديدة ولعبوا ألعاب جديدة. المهم يبقى وقتكم سواء قدام التلفزيون أو على النت يبقى وقت مفيد. بشكركم قوي وهستناكم الحلقة اللي جاية في كوكي وقطقط. من شهر تلغوها كده في يوم وليلة كده احسن. الارصاد الجوية مهمة جدا في حالات السفر، العواصف الرملية بتحجب الرؤية وممكن تخلي حوادث كتير قوي تحصل. الحمد لله. انا بصراحة خفت قوي. قلة الايمان يا ولاد بتخلينا دايما خايفين. ايه ده؟ ايه الطلب الغريب ده يا جدو؟ ها؟ نزبط دوكيمين بتوقيت دوران شبرا. وعرفت كمان ان العربية تعطلت بيهم واضطروا يرجعوا تاني. فكرتني بواحد كده اعرفه ما ذاكرش ليله الامتحان.